طيبة يا كل مرة سنة وانتي تانية. بألف خير يا أسماء وكل المشاهدين الكرام. بمناسبة طبعا اقتراب شهر رمضان، وكمان واحنا في شهر المرأة بنقول كل سنة وكل ست طيبة وبخير. شهر بيضم العديد من المناسبات للاحتفاء والاحتفال بالمرأة المصرية، سواء يوم المرأة العالمي، عيد الأم، والشهر كله على بعض، وشهر مارس هو يوم المرأة. بكرة إن شاء الله بتنطلق أو بينطلق حفل تكريم الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية اللي نظمتها وزارة التضامن. خلونا نتعرف مع حضراتكم على آخر الاستعدادات الخاصة بالحفل وهذا المحفل اللي بيتم فيه الاحتفاء بالأمهات المصريات المثاليات كل عام. معنا على التليفون الأستاذة نرمين منصور، مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الخير يا أستاذة نرمين، وكل سنة صباح وحضرتك الخير يا طيبة. أستاذة آية، وكل سنة وكل أم بألف خير يا رب. أهلا أهلا بحضرتك معنا. الاحتفال اللي هينطلق غدا إن شاء الله، كم عدد الأمهات أو السيدات اللي هيتم تكريمهم بكرة إن شاء الله، ومعايير اختيار الأمهات الفائزات؟ طبعا هو احنا في اهتمام كبير جدا من وزارة التضامن الاجتماعي باحتفالية عيد الأم، فبالتالي احنا بدأنا من حوالي من شهر 12، بدأنا من يوم 6/12 الاستعداد للاحتفالية ديت من خلال فتح باب التقدم للمسابقة. فتحنا لمدة شهر لغاية 5/1/23، تقدم لنا 660 طلب للترشح للمسابقة، انطبقت الشروط على 424 طلب. بعد كده تكونت لجان محلية في المديريات، كان طبعا التقديم من خلال مديريات التضامن الاجتماعي. انطبق يعني بعد كده تم عقد لجان محلية في المديريات علشان يتم اختيار عدد من الملفات اللي هتتقدم لنا في اللجان المركزية. تقدمت لنا بالفعل 113 ملف خاص بالأمهات عشان اختيار الأمهات. الاختيار كان ل 36 أم، عدد 27 أم مثالية على مستوى 27 محافظة، أم بديلة واحدة اللي هي الأم البديلة اللي هي قامت برعاية ابن من كريم النسب داخل أسرتها. كمان كان عندنا تكريم لأم مثالية، لأم من أمهاتنا في مؤسسات الرعاية قامت بتربية أبنائها داخل مؤسسة الرعاية. كمان عندنا أم مثالية هي نفسها من ذوي الإعاقة وقدرت إنها تتحدى الإعاقة وربت أبنائها تربية سليمة. كان عندنا كمان أم مثالية لابن من أبناء ذوي الإعاقة حاصل على إحدى البطولات سواء كان رياضية أو علمية أو فنية. عندنا أم طبعا لشهيد قوات مسلحة، عندنا أم لشهيد شرطة، كمان عندنا أم حاصلة على مشروع من مشروعات التمكين الاقتصادي وقدرت إنها تغير من أسرتها، عندنا أم حاصلة على أم متطوعة في قرى حياة كريمة، بالإضافة طبعا لرائدة اجتماعية متميزة وهي في نفس الوقت أم في أسرتها. كده عدد الفئات المكرمين عندنا ان شاء الله 36 ام ان شاء الله السنه دي. ده يعني عظيم جدا، يعني كل الفئات وكل مع اختلاف الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه والدور المجتمع اللي بيقوموا بيه هيتم تكريم عدد كبير من الامهات. طيب ايه ابرز الفعاليات بكره والحضور، وهل في مفاجآت بيتضمنها حفل الغد ولا لا؟ ان شاء الله. هو السنه دي احنا ان شاء الله هنبدا الاستعداد من النهارده، احنا ان شاء الله هنستقبل الامهات من النهارده، هيكونوا معانا في احدى الفنادق وبعد كده ان شاء الله هيتوجهوا الصبح للاحتفاليه. احنا السنه دي كمان هنكرم معانا الام اللي هي يعني رمز للتحدي اللي هي كانت يعني حصلت على شهاده محو الاميه وهي عندها 89 سنه. كان حاجه شرفيه جدا، كانت ضيفتنا هنا كمان في 8 الصبح. نعم؟ كانت ضيفتنا هنا، نورتنا هنا في 8 الصبح. هي فعلا هي حاجه نموذج مشرف جدا. صحيح. للمراه، بالاضافه لاكثر من نموذج يعني هيتم تكريمه داخل الاحتفاليه باذن الله. شكرا جزيلا ليكي استاذه نرمين منصور، مدير الاداره العامه لشؤون تنميه الاسره بوزاره التضامن الاجتماعي، والف مبروك لكل الامهات الفائزات اللي هيتم تكريمهم بكره، وكل التحيه لكل الامهات في كل حته في مصر، لانه كل ام هي ام مثاليه حتى ولو لم يتم تكريمها في محفل رسمي يعني، وانما هي اكيد ام مثاليه ودورها لا يعوض. كل سنه وحضراتكم دايما طيبين. كل سنه وانت طيبه يا اسماء. كل سنه وانت طيبه ايه. كل سنه وحضراتكم طيبين.